اهلا بكل متابعي قناه الدكتور حمدي. ان شاء الله باذن الله النهارده هنبتدي نستكمل تركيب المحرك التاثيري. طبعا كنا اتكلمنا قبل كده على تركيب العضو الثابت او الاستيتور بتاعه، يعني كنا اتكلمنا على الكونستراكشن عموما والملفات وعزل الملفات، وكنا اتكلمنا على اليوك بتاعه او الاطار الخارجي. يعني بعد كده دخلنا على قلب العضو الثابت اللي هو الاستيتور، وبعد كده شرحنا الملفات واللي بتتحط في السلوتس بتاعت الاستيتور، وكنا اتكلمنا على طريقه التوصيل وازاي اقدر اختبر الملفات ديت واشوفها مظبوطه ولا مش مظبوطه، سواء عن طريق ان انا بقيس المقاومه بتاعتها او بقيس العزل بتاعها. تمام، وكنا اتعرفنا على ايه هو العزل وايه انواعه والمواد المستخدمه في العزل، وكنا اتكلمنا على مؤسستين كبار اللي هي النيما والاي اي سي، وازاي المواصفات اللي هم بيحطوها للايه للاجهزه ديت عشان لما اجي اشتري حاجه ابقى عارف المواصفات اللي انا المفروض التزم بيها. النهارده باذن الله هنبتدي بقى نكمل اخر جزء في الموضوع بتاع تركيب المحرك التاثيري. تمام كده، هو هنبتدي نتكلم على العضو الدائر وانواعه. يعني مثلا هنبتدي نتكلم على النوع اللي هو بتاع القفص السنجابي، وهنتكلم على العضو الدوار ذو حلق انزلاق. طيب عشان نتكلم على الكلام ده تعالوا نبص بصة كده ونشوف يعني ايه العضو الدوار دوت وبيتكون من ايه والكلام ده كله. بس قبل ما نبدا بنفكركم ما تنسوش ان انتوا تدعمونا بلايك وشير عشان نحس ان ايه ان الحاجه اللي احنا بنقدمها لكم ديت حاجه مفيده ونستمر فيها ان شاء الله، بحيث ان احنا نعرف ايه اهميه يعني ان كان العمل اللي احنا بنقدمه ده عمل مفيد او عمل غير مفيد، طبعا بايه بالمناقشه وان انتوا تسيبوا لنا تعليقاتكم وكده. طيب هنبدا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا لازم نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا بنقول عضو الدوار في المحرك التاثيري ده ليه نوعين في الحقيقه. النوع الاولاني بنسميه العضو الدوار ذو القفص السنجابي، وهذا المسمى جاي لان هو بيبقى موجود جوه قفص او البراد بتاعته موجوده جوه قفص بيشبه القفص اللي احنا بنحط فيه السناجب، فعشان كده جت التسميه من هنا. النوع الثاني هو بنقول عليه العضو الدوار من النوع الملفوف، لان هو تركيبه بيشبه الى حد بعيد نفس التركيب بتاع العضو الثابت او تركيب الاستيتور. تمام، طبعا الاستيتور سواء في المحرك التاثيري ذو العضو الدوار اللي هو ذو القفص السنجابي او العضو الدوار من النوع الملفوف، هما بيختلفوا بعض فقط في شكل الروتر. بما ان هما بيختلفوا بعض في شكل الروتر او شكل العضو الدوار يعني، ف وتشابه الاستيتور ما بينهم وبين بعض او العضو الثابت يعني، فجت التسميه للمحرك التاثيري على حسب انواعه على حسب نوع الروتر، على اساس ان احنا نفرق بين النوعين لان النوعين هما في الاستيتور بالظبط. طيب تعالوا بقى نشوف ايه كل واحد من هذه الانواع وهنبتدي نتكلم عليه ازاي. يبقى احنا كده قلنا ان احنا عندنا عموما انواع المحرك التاثيري. تمام، او انواع المحركات التاثيريه. طبعا احنا بنتكلم على الثري فيز، طبعا السنجل فيز شبه ده بالظبط ولكن مع شويه اختلافات بسيطه هنبقى نتكلم عليهم ان شاء الله في حلقه مفرده. بنقول ان احنا عندنا اول نوع بنقول المحرك ذو القفص السنجابي اللي هو بنقول عليه سكوير كيج موتور. النوع الثاني اللي هو المحرك ذو القلب الملفوف اللي احنا بنقول عليه واوند روتور موتور، او ساعات بنقول عليه المحرك ذو حلقات الانزلاق فبنقول عليه سليب رينج موتور. يعني الواوند روتور موتور والسليب رينج موتور والسليب رينج موتور هما الاثنين حاجه ايه؟ حاجه واحده. تعال اول نبدا كده بمين؟ بالمحرك التاثيري ذو القفص السنجابي، بحكم ان هو اكثر المحركات انتشارا، يمكن حوالي 90% او 95% من المحرك التاثيري بيبقى ذو قفص ايه؟ سنجابي، طبعا عشان المتانه وفي نفس الوقت الرخص والكلام دوت كله، لان العمل الاقتصادي احنا مش هنقدر نهمله في شغلنا لان هو مهم. انا عايز حاجات احقق التارجت اللي انا عايزه او الهدف اللي انا عايزه باقل الايه؟ التكاليف. طبعا احنا واحنا كنا بنشرح الكلام دوت كنا بنقول ان احنا المحرك ذو القفص السنجابي طبعا بيتكون من عضو ثابت وعضو دائر. تمام، وبقفلهم مع بعض بغطاءين جانبيين وبيبقى في مروحه تبريد عشان تبرد مين؟ تبرد المحرك. طبعا اتكلمنا على العضو الثابت، لسه النهارده هنتكلم بقى على العضو الدائر والغطاءين الجانبيين ومروحه التبريد. طيب اول حاجه بالنسبه عايزين نشوف ايه الروتر ده او الروتر ده بيتكون من ايه بالظبط. اول حاجه الروتر اكيد ليه قلب، عشان القلب ده هركب جواه حاجات او احط فيه حاجات. القلب بتاع الروتر بيتركب من الواح من الفولاذ
او من الصلب السيليكوني ماشي ليها خواص كهربيه، وطبعا بتبقى على شكل ايه شيتس او ليمينيشن او بنقول عليها بالعربي رقائق، على اساس انها ايه طبعا اقلل التيارات الدواميه اللي هي ممكن تنشا في الروتور، لان احنا عارفين كل ما في الكتريك فيلد بيبقى متغير، وانا عندي طبعا الرقائق دي طبعا دي موصله للتيار الكهربي، فبالتالي اللي هيحصل ان ايه ان هيمر فيها تيار كهربي هيؤدي لتسخين الجسم بتاع الروتور. تسخين الجسم بتاع الروتور ده طبعا يؤدي ممكن يؤدي معايا لانهيار العزل وكل القصه دي. طب يبقى انا الحل الوحيد اللي قدامي ان انا لازم اكبر المقاومه بتاعته على قد ما اقدر، بحيث ان ايه تسمح بحدوث المغناطيسيه تمام، وفي نفس الوقت تقلل من الايدي كارنت اللي احنا ايه بنتكلم عليه. طيب عشان كده انا هعمل ايه، هعملها برضو زي الستيتور على شكل شرائح. الشرائح ديت طبعا هتبقى متوصله ومعزوله عن بعضها بايه بورنيش. طيب الجزء الثاني بقى من الروتور هيبقى ايه، عمود الاداره اللي هو بيبقى شايل الحمل وفي نفس الوقت شايل جسم الروتور ده او القلب بتاع الروتور ده، سواء كان محطوط في ملفات او محطوط في بارات. فاحنا طبعا بنتكلم على العضو الدائر ذو القفص السنجابي، ده هيبقى طبعا محمل ببارات تمام. يبقى انا كده سواء انا بتكلم على العضو الدائر ذو القفص السنجابي او العضو الدائر اللي هو الواوند روتور، الشكل الخارجي من بره هما شبه بعض، لان يعني هما الاثنين برضه بيتكونوا من قلب، والقلب ده معمول على شكل شرايح، والشرايح ديت برضه معزوله باستخدام ورنيش وكلام زي كده. هو اللي بيفرق بس معايا على حسب الواوند روتور، لو انا هفتح فيها سلوتس عشان يبقى شبيه بالستيتور فانا بتكلم على الواوند روتور، او لو انا هحفر فيها مجاري عشان ارمي فيها ايه بارز، البارز دي اللي هي عشان اقفلها مع بعضها في الاخر ونحصل على العضو الدوار ذو القفص السنجابي. الجزء الثاني بقى خلاص اوكي، احنا عملنا الشرايح ديت، بعد كده بيتم تجميع هذه الشرايح وضغطها او على مكان ضغط خاص، على اساس ان انا ايه اقدر الم الشرايح دي بعضها مع بعضها وما يبقاش في ايه في اي فراغات ما بينها. طيب زي ما احنا شايفين هنا كده مثلا، ادي الايه ادي العضو الدائر ذو القفص السنجابي تمام. هنا هحط البارد بتاعتي هنا تمام كده اهوت، وبعدين اقفلها مع بعضها يعني، وبيبقى دوت خلاص الشكل النهائي للايه للعضو الدائر زي ما انتم شايفينه كده. ده عمود الاداره اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ده الجزء الخارجي اللي هو القلب، وطبعا البارات بتبقى موجوده جوه وبقفلها زي ما انتم شايفين كده اهوت، من الناحيه دي شورت سيركت ومن الناحيه دي شورت سيركت، بعمل عليها كسر يعني. وبينشا في اللحظه دي ما يسمى بالعضو الدوار ذو القفص السنجابي. طيب لو جينا عايزين نشوف بقى ان هو النوع الملفوف او اللي هم بيقولوا عليه الواوند روتور او السليبرنج، بيبقى طبعا بيتكون عضو الدوار من مجموعه برضو من صفائح الصلب السيليكوني زي التاني بالظبط، ومحيطها الخارجي بيبقى متقسم لمجاري او سلوتس. هذه المجاري بيتم تقسيمها لعدد من الاقطاب، وهذه الاقطاب بتكون متساويه مع اقطاب العضو الساكن، بحيث ان انا لو انا خلاص احط ملفات جوه العضو الدائر لازم اخلي عدد الاقطاب بتاعه الروتور هي قد عدد الاقطاب بتاعه مين بتاعه الستيتور تمام. اما في النوع اللي فات كان كده انا بحط بارات وهم عدد الاقطاب اللي في الستيتور بتتكيف الروتور بتتكيف مع بعضها او بتساوي عدد الاقطاب اللي مين اللي في الستيتور تمام. اما هنا فانا طبعا لازم اراعي بقى في التقسيم والكلام ده كله ان انشئ مجموعه من الاقطاب بالظبط قد مين قد الستيتور. بعد كده خلاص انا انشات مجموعه من الاقطاب وحطيت الملفات بتاعتي تمام كده، اللي هي عباره عن الثري فيز بتوعي تمام، وبحيث ان طبعا انا عندي ثلاثة فيز يبقى كل فيز هيشغل 120 درجه من 360 درجه، لان طبعا بيبقى على شكل ايه على شكل دايره. فبالتالي يبقى الفيز الاولاني مثلا لو قلنا ان هو الريفرنس بتاعي فتبقى زاويته صفر، اللي بعده فيز بي مثلا هيبقى 120 درجه، فيز سي هيبقى 120 درجه تانيين، يبقى 0 120 240 يعني الدايره الكامله. وبعدين نرجع تاني ب 360 واخد الاطراف بتاعه الملفات، اما اوصلها على هيئه ستار او على هيئه ايه دلتا زي ما انا ايه زي ما انا شايف زي ما انا عايز، او التركيبه اللي انا عايزها بالظبط. طيب طبعا الاطراف ديت انا خلاص كده عملتها على شكل ستار او دلتا، في الاخر بروح جاي ايه عامل لها عمليه كسر تمام كده اهوت في العضو الثابت، واروح واخد النهايات دي موصلها بمين من عندي، خلاص عملت ستار او عملت دلتا وطلع لي كام طرف، طلع لي ثلاث اطراف. طيب بعد كده اروح جاي عامل ايه بقى، اروح ماسكهم تمام كده وموصلهم بمين، موصلهم بفرش، يعني كل عندي ثلاث اطراف، الطرف الاولاني اوصله بفرشه كربونيه، الطرف الثاني اوصله برده بفرشه كربونيه، الطرف الثالث اوصله بفرشه كربونيه،
وطبعا بيبقى عندي على الروتور زي ما احنا هنشوف دلوقتي عندنا ايه، عندنا زي سليب رينج او حلق انزلاق كده. بما ان عندي 3 فيز فيبقى عندي 3 حلقات، كل حلقه تمثل فيز، فاركب كل فرشه. ما الفرشه خلاص خدت طرف من اطراف الملفات، يعني الفرشه الاولانيه مثلا اتوصلت بالايه، بالفيز ايه، اخد الفرشه الكربونيه دي اروح حاططها مثلا على الاسطوانه الاولى تمام كده، او السليب رينج الاولانيه يعني، او الدايره الاولانيه دي، اخد الايه فيز بي مثلا الفرشه بتاعته برضو اوصله بالفرشه، واخد الفرشه بتاعته اروح موصلها بمين، موصلها بالسليب رينج الثانيه، واخد الفرشه الثالثه اوصلها بالفيزه الثالثه، واخد الفرشه ذات نفسها بقى بعد كده اهوت اروح موصلها بالايه، بالسليب رينج الباقي. طيب زي ما احنا كده كنا بنتكلم وهنشوف، ادي يا شباب الفيزس المختلفه بتاعتي موجوده جوه الروتور وملفوفه، وبعد كده بروح واخد اطراف هذه الفيزس واروح عامل فيها ايه، واروح جاي موصلها بالايه، بالسليب رينج. مثلا فيزا ايه اروح موصله بالسليب رينج ديت عن طريق فرشه، الفيز بي اروح موصله بالسليب رينج عن طريق فرشه ديت، الفيز سي اروح موصله برده بالسليب رينج دوت عن طريق فرشه. يبقى انا كده وصلت الثلاثه فيز، مجرد الروتر ما بيدور هتبقى الحاجات دي مقصوره على نفسها وبيشتغل زي الايه، زي بالظبط سكوريل كيج اندكشن موتور تمام كده اهوت، وابتدي اغذيه مين، اغذيه بقى بالكهرباء، او اشوف انا هتحكم فيه ازاي، سواء كنت اتحكم فيه من خلال الستيتور او من خلال الروتور او من خلال الاثنين مع بعض بموضوع اسمه الانجكشن فولتج او عن طريق انفرتر. هنشوف القصه دي هنعملها ازاي مع بعض ان شاء الله لما يجي الوقت الكنترول بتاع الموضوع ده. طيب بعد كده خلاص انا كده اتكلمت عن الروتور واتكلمت عن الستيتور تمام، ودخلت الروتور جوه الستيتور، خلاص بقى المفروض كده ان الجزء ده بقى ايه، بقى مفتوح، فانا عايز اغطيه، فبيبقى عندي غطاءين جانبيين. الغطاء ده بيبقى مصنوع من الصلب او الحديد الزهر او الالومنيوم تمام كده، وبثبتهم بمسامير الروز او بقفلهم بمسامير الروز سواء الامامي او الخلفي، وبيبقى في نفس الوقت فيهم كراسي تحميل عشان البلي يحمل عليهم، وعمود الاداره برضو يحمل عليهم عشان تحصل عمليه الاتزان اللي هي بتسهل حركه الدوران، وفي نفس الوقت بتخلي الروتر يتحرك بحريه. وعن طريق كده يبقى انا حميت الملفات بتاعه الاستيتور عشان الروتر ما يحملش عليها اثناء الدوران ويقطعها، وفي نفس الوقت هبقى ايه، هبقى قللت موضوع الاحتكاك والكلام ده كله. فاحنا حبينا نشوف الغطاءين الجانبيين وشكلهم اللي احنا بنتكلم عليهم، اللي هم بيبقى دايما فيهم كراسي تحميل اللي هي عشان موضوع البن، هنشوفهم مع بعض في الايه، في الرسمه دي. ادي اللي احنا بنتكلم عليه اهوت، ادي الغطاء الجانب الاولاني وادي الغطاء الجانب الثاني، بس دوت من الخارج لكن دوت محطوط منين، من الداخل. وادي الاويل سيل اللي احنا كنا بنتكلم عليه عشان احمل عليه بن التحميل تمام كده، وادي ايه، وادي الالوز بتوع هما اللي انا بقفل بيهم تمام كده. وده مظهر من بره يعني، لكن دوت شكل الاطار الجانبي منين، من جوه. طيب اتفضل لنا كده حاجه وحيده وهي مروحه التبريد. طبعا احنا عارفين الموتور لما بيبتدي يدور معايا بتبتدي تمر فيه تيارات، هذه التيارات طبعا المفروض انها بتسخن الملفات، الملفات دي طبعا انا بعمل لها عمليه تبريد باستخدام مين، باستخدام المروحه اللي انتم شايفينها ديت، بحيث انها ايه، تبرد الايه، الروتور والستيتور تمام كده اهوت، على اساس ان انا احاول احافظ على درجه حراره معينه. درجه الحراره ديت هتبقى وزن رينج معين عشان ما يحصلش حاجه لمين، للمحرك بتاعي تمام كده. المروحه دي ممكن فيها اللي بيبقى مصنوع من البلاستيك وفيها اللي بيبقى مصنوع من الالومنيوم تمام، مجرد طبعا بتبقى متركبه على الروتور زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. مجرد طبعا ما الروتور بيدور بتبتدي المروحه ديت تدور وبتدفع تيار من الهواء البارد وتبتدي تعمل على تخفيض درجه الحراره اللي بتنشا عن مرور التيار الايه، الكهربي. بعد كده ان شاء الله يبقى فاضل موضوع ايه، موضوع البلي. طبعا ده هنفرد له حلقه ايه انواع البلي وبيتركب ازاي، وكمان انا لما احب اخرجه بخرجه ازاي وكل الكلام ده، بس ان شاء الله الكلام دوت هيبقى يعني في محاضرة جاية. فما تنسوش ان انتوا تدعمونا بلايك وشير عشان جهدنا يستمر ونحس ان احنا بنقدم لحضراتكم حاجة مفيدة. مع تحياتي والى اللقاء في محاضرة جاية، دكتور حمدي والسلام عليكم.